مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في مادة الدراسات الاجتماعية. حلقة اليوم إن شاء الله سنكمل فيها مراجعة الوحدة الثانية، الدرسين المتبقيين فيها. كان هذا الدرسان هما عمان في العصر الأموي وعمان في العصر العباسي. عمان في العصر الأموي لم تخضع عمان لسيطرة الأمويين لفترة من الزمن، حتى استطاع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان السيطرة عليها في عام 81 هجريا. من المهم جدا معرفة متى تم السيطرة على عمان في عهد الدولة الأموية وفي عام كم، أي ممكن أن تأتي لكم كسؤال اختياري. أول من قام بالسيطرة على عمان في عصر الدولة الأموية كان، ويعطيك بعض الاختيارات. يجب أن نعرف أنه عبد الملك بن مروان وتم السيطرة عليه في عام 81 هجريا. أيضا في هذه الجزئية من الأسباب التي دفعت الأمويين للسيطرة على عمان، موقعها الجغرافي المتميز على الطرق التجارية البرية والبحرية. إذا هذه الفقرة تتحدث عن نقطتين أساسيتين، الأولى أن عمان لم تخضع لسيطرة الدولة الأموية بشكل سهل وبسيط. النقطة الثانية أن أول من قام بالسيطرة عليها من الدولة الأموية كان عبد الملك بن مروان، وكان ذلك في عام 81 هجريا. النقطة الأخرى أو الجانب الآخر التي تتحدث فيه هذه الجزئية المهمة هو أنه السبب الذي أدى إلى رغبة الأمويين في السيطرة على عمان، وكما اتضح هنا لدينا أتى في ذلك هو توفر الطرق التجارية البرية والبحرية في عمان. بالنسبة للعصر العباسي، حافظ العمانيون فيها على حكم بلادهم مع بداية هذا العصر، وذلك كان من خلال مبايعتهم للإمام الجولند بن مسعود، وذلك كان في عام 132 هجريا. خلال هذه الفترة حاول العباسيون السيطرة على عمان، وقاموا بعدة من الحملات العسكرية التي تم إرسالها إلى عمان، سأوضح لكم ذلك الآن في واحدة من الخرائط. ولكن يجب أن نطرح سؤال مهم هنا، وهو لماذا كانت تحاول الدولة العباسية السيطرة على سلطنة عمان في ذلك الوقت؟ سأعود بكم إلى السبب نفسه الذي ذكر من قبل في عصر الدولة الأموية. هذا السبب هو نفسه الذي جعل من عمان مطمعا لكل الدول الكبيرة التي كانت قريبة منها أو التي كانت تفرض سيطرتها على الدول المجاورة لها. كما نعلم أن الدولة الأموية كانت ضخمة واتساعها كبير جدا، وكذلك العباسية لم تختلف عنها كثيرا، ولكن عمان كان بسبب موقعها الجغرافي المتميز وبسبب توفر الطرق التجارية البرية والبحرية فيها، إضافة إلى مهارتهم في الملاحة البحرية. هذه الثلاثة أسباب هي الثلاثة أسباب التي جعلت من الدولة الأموية والعباسية وغيرها أيضا يضعون عمان في أمام أنظارهم وتكون مطمعا لهم. هذه الخريطة التي أمامكم مهمة جدا جدا جدا، لابد أن تقوموا بتحليلها ودراستها بشكل جيد. طبعا هذه توضح بداية من العنوان، نقرأ حتى نتعرف ما الذي تشرحه هذه الخريطة. الطرق التجارية في العصر الأموي، إذن هكذا نحن نبدأ في عملية تحليل هذه الخريطة. ننظر إلى مفتاح الخريطة، لدينا النقطة السوداء مدينة، الخط الأحمر طريق تجاري. تابع معي الخط الأحمر، إنه يتحرك من عمان، انظروا، يتجه في اتجاهات مختلفة إلى البصرة، إلى الهند، والطريق الآخر كما نعلم أنه يتجه إلى، ممتاز، إلى الصين. أيضا لدينا طريق آخر يتجه إلى قارة أفريقيا، ممتازين، أي شرقي أفريقيا. هذه الخريطة توضح لنا الحملات العباسية للسيطرة على عمان. لو تلاحظ بأن هنالك حملتان خرجتان من عمان، والحملة الأخيرة خرجت من البحرين، أخذنا تحليل مفصل لها من قبل. مهم جدا معرفة التسلسل الزمني. يمكن أن نقوم الآن برسم مسيرة زمنية، انظروا بنفس هذا الشكل، ولكن بدلا من هذه الأرقام
سنضع 1981 وسنضع سنضع 134 عفوا، وسنضع 189، ومن ثم 280 هجرية. سنأخذها بالتسلسل. بعد أن نكتب التسلسل سنضع أسهم أخرى أسفل الأرقام. أسفل كل رقم سنكتب الحدث الذي وقع فيه، أي في 143 مثلا وقعت غزوة أو حملة عسكرية من الدولة العباسية بقيادة خازم بن خزيمة، وهكذا. سأسألكم هنا الآن سؤال: حملة بقيادة محمد بن نور، هذه الحملة حدثتكم عنها من قبل وأخبرتكم بأن محمد بن نور انتصر في غزوته. حسنا، في نهاية الدرس إن شاء الله سيكون هنالك واجب على هذه الجزئية. بالنسبة للمنجزات العمانية في العصر الأموي والعباسي، كان هنالك منجزات للدولة العمانية خلال فترة حكم العباسيين وخلال فترة حكم الأمويين. بالنسبة للأمويين كانت المنجزات في الجانب الفكري وفي الجانب البحري. أما المنجزات الحضارية العمانية في العصر العباسي فكانت فكرية، عمرانية واقتصادية. بالنسبة للمنجزات الفكرية اهتم العمانيون جدا بالدراسة والعلوم والفقه والسنة والشريعة، أي العلوم الإسلامية، العلوم الدينية. وطبعا توسعوا فيها جدا وكانوا يذهبون إلى البصرة لطلب العلم في ذلك الوقت. لقد ذكر معنا في الكتاب مجموعة من الخرائط المفاهيمية، المهم جدا أن نتعرف عليها ونقوم بتحليلها وحفظها بشكل جيد. منها المنجزات العمانية البحرية وذلك في العصر ممتازين الأموي. انظروا، نشر الإسلام على سواحل فارس والهند وشرق أفريقيا، المحافظة على أمن واستقرار السواحل العمانية والبحار المجاورة. إضافة إلى ذلك كان هناك تبادل تجاري بين عمان والمناطق المطلة على محيط الهندي. أيضا من ضمن الخرائط المفاهيمية لدينا شكل مفاهيمي آخر يوضح لنا المنجزات الفكرية العمانية، وذلك كان في العهد ممتازين العباسي. من أبرز الشخصيات كان أبو العباس المبرد ابن الذهبي محمد بن جعفر الإزكوي. من ضمن المجالات كانت اللغة العربية، الطب والفقه. يوضح معنا أيضا أسماء الكتب. هذه الجزئية عادة ما يأتي فيها الأسئلة بصياغة الاختياري أو جدول لتصنيف المعلومات، بمعنى قد يعطيني أسماء الشخصيات ويطلب مني أن أصنف المجالات التي أعمل فيها وأسماء الكتب، أو العكس. ويمكن أيضا أن تأتي بشكل آخر، وهو أن يقوموا بإعطائنا اسم الكتاب وطلب الشخصية التي قامت بالتأليف أو العمل عليه. هذه أيضا شكل آخر من الخرائط المفاهيمية توضح الأنشطة الاقتصادية بعمان في العصر. أحسنتم، ممتازين العباسي أيضا برعوا في الزراعة والصناعة والتجارة. ذكر لكم في كل عنصر منهم نقاط أساسية. بالنسبة للمحاصيل الزراعية كانت التمور، الليمون، الحبوب، الشعير والذرة. أيضا الصناعة، بالنسبة للصناعة كان هناك منتجات كثيرة منها النسيج والسفن والفضيات. أما التجارة، علاقاتهم التجارية كما وضحناها في الخريطة مسبقا كانت ما بين عمان والهند والصين وشرقي أفريقيا أكثر شيء. بالنسبة للمجال العمراني، ازدهروا جدا في المجال العمراني وتركوا في عمان آثار كبيرة جدا للشكل المعماري المميز للدولة العباسية. ظهر ذلك في كل من جامع نزوة الواقع في القلعة حاليا، قلعة نزوة حاليا كما موضح في هذه الصورة. أعتقد أن الأغلب منكم قد زار هذا المكان. أيضا لدينا آثار مدينة البليد وتقع هذه في ظفار. إذا مهم جدا معرفة الصورة، اسم المكان والمنطقة التي وقع فيها، يعني هذه الصورة مدينة البليد تقع في ظفار. الصورة عبارة عن أعمدة، شكلها شكل أعمدة، انظروا إليها أسوار وأعمدة. الأخرى جامع نزوة يقع في نزوة في منطقة جامع القلعة حاليا. مهم جدا معرفة هذه المعلومات.
طبعا لا نبتعد نهائيا عن المربعات التي تذكر في الكتاب، لذلك جمعتها لكم من الدرسين. هذه المربعات عادة ما تأتي على شكل أسئلة. أحسنتم اختياري. لدينا شخصية مهمة جدا، زيد بن المهلب بن أبي صفرة. هذه الشخصية عينه الأمويون واليا على عمان في عهد الدولة الأموية. لدينا أيضا في عهد الدولة الأموية من المدن التي اشتهرت بصناعة السفن في هذه الفترة مدينة صحار، مهم جدا معرفتها وتحديدها أيضا على خريطة عمان. أيضا لدينا سميت نزوة ببيضة الإسلام، سؤال جدا مهم وعادة ما يأتي على شكل علل. علل لماذا سميت عمان ببيضة نزوة ببيضة الإسلام؟ عادة تأتي على علل، وعلل كما أخبرتكم علل المقصود بها. أحسنتم ممتازين طلابي وطالباتي. لماذا يقصد بها لماذا سميت نزوة ببيضة الإسلام؟ وذلك لكثرة العلماء فيها. إذن السؤال يأتي في هذه الجزئية، علل سميت نزوة ببيضة الإسلام. الإجابة ذلك لكثرة العلماء فيها. حسنا، لدينا جزئية أخرى، أرسل الإمام السلط بن مالك الأسطول العماني لتحرير جزيرة سقطرة، جعلتكم ترونها من قبل في الدرس عند شرحه. جزيرة سقطرة تابعة لدولة اليمن طبعا. أحسنتم، هذا نموذج من واحد من الاختبارات. أحببت أن أعرض لكم هذا النموذج لأنه أول مرة يعرض عليكم شكل مثل هذا. المنجزات الحضارية العمانية في العصر العباسي، أعطانا المجال، المنجز الحضاري والموقع. انتبهوا، أخبرتكم في الصور أن لابد من معرفة الموقع. بعض الفقرات ستجدون فيها مذكور المكان أو الموقع، مدينة كذا، المكان هذا بني في مدينة كذا. نأتي أولا سور مدينة البليد، في أي مجال كان؟ ركزوا، ممتاز، في التطور العمراني. في أي منطقة ذكرت في أسفل الصورة؟ أحسنتم، في ظفار، بارك الله فيكم. حسنا، نأتي ميناء دما، ميناء دما من ضمن المجال الاقتصادي. أحسنتم، ممتازين ممتازين، برافو، الازدهار الاقتصادي. إذا من ضمن الازدهار الاقتصادي قلنا ميناء دما، ولكن في أي منطقة يقع؟ ممتاز، في السيب. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. سيكون الواجب معكم أولا علل. واحد، رغبة الدولة الأموية والعباسية في السيطرة على سلطنة عمان. اثنان، تسمية نزوة ببيضة الإسلام. ومن ثم لدينا سؤال آخر، ابحث عن شخصية محمد بن نور وبماذا لقبه العمانيين ولماذا لقبوه بذلك اللقب. أتمنى أن تجيبوا عن هذه الأسئلة وتقوموا بهذا البحث البسيط، سيفيدكم كثيرا إن شاء الله للعام القادم. أراكم قريبا، إلى اللقاء أحبتي، في لقاء جديد بإذن الله.